الكل طبعا واقف هنا على أعصابه، والكل منتظر أبنائهم طبعا. الامتحان كويس؟ جماعه وسعوا الطالبات تطلع لو سمحت. يعني حضراتكم واقفين كده الناس بتطلع ازاي؟ انت ما تروحش الناحيه الثانيه. احنا عامل ايه؟ زي ما احنا شايفين متابعين معاكم، يعني الدكتور ده هيجيب الحلقه من الهضم كده. احنا هنجيب الشديد طبعا زي ما احنا متابعين معاكم، يعني زي ما تابعين مع حضراتكم خروج الطلبة دلوقتي، يعني خروج في هدوء تام. يعني الطلبة كلهم حاليا بيخرجوا في هدوء تام زي ما حضراتكم شايفين. فيعني الامتحان كان عامل ايه؟ نجيب بقى اللقطة دي بقى في اللايف. ايه؟ هاتي حبيبي اللي انت عايزه. المهم بس اخدلكم كده. نعم؟ كلنا لما بنشوف يعني خروج دلوقتي الطلبة زي ما حضراتكم شايفين كده. طمنونا يا شباب. ايه؟ انا عامل كويس. شاوروا بيتكم بس ما تتكلموش. جود اور باد. طب ايه مالك في الامتحان؟ انا خليت بيت خالص عنك والله. ايوه بس كده حلو كده. ايه توتر قدامي؟ انا خسرت عيط. تعيط. انا جبت معاك فيزياء ولا تاريخ؟ انت انا وراك يا ريت بتعمل ايه؟ طب انا عايزك تتكلم. يا بنات الامتحان عامل ايه؟ يا استاذة بس بقى ايه بس بقى تكلمي كده ليه؟ يعني طبعا زي حضراتكم شايفين في كده الأبناء طبعا كده بياخدوا أمهاتهم بالأحضان في هدوء تام حتى الآن. يعني منتظر الثانوية العامة بعد أداء امتحان، يعني الخروج كله في هدوء، يعني الخروج كله حتى الآن في هدوء تام. طب الامتحان عامل إيه طيب يا بنات؟